ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفه اني بقالي فتره طويله ما عملتش فيديوهات، والموضوع اكيد خارج ارادتي لان في حاجات كتير بتحصل للانسان بتبقى غصب عنه. انا لما بنشغل عنكم شويه بيبقى اكيد ده بيبقى غصب عني يعني، فدعواتكم ليا. طبعا شكرا جدا 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 لاي حد بيدعمني، اي حد بيكتب لي كومنت، اي حد بيكتب لي دعوة حلوة، اي حد بيدخل يعمل لايك وكومنت. بجد الناس دي غالية جدا على قلبي، وبكون بجد ممتنة جدا جدا ليهم، وسعيدة جدا لكل الناس الجميلة اللي موجودة عندي في القناة. النهاردة هتكلم معاكم عن مجموعة حاجات مهمة جدا من وجهة نظري يعني متواضعة، اللي اتعلمتها في الحياة واللي اكيد صدقوني يعني هتتعلموا منها او ممكن تتعلموا منها بشكل كبير جدا جدا. فيلا بينا نبتدي في الفيديو، ويلا بينا نبتدي على طول بدون اي مقدمات طويلة يعني. واول حاجة نتكلم فيها، اول درس او اول حاجة نتكلم فيها النهاردة، هي ان حياتنا بتعدي بسرعة جدا فوق ما احنا نتخيل. اوقات كتير بنماطل في حاجات مهمة جدا ان احنا لازم نتحرك فيها ونبتدي ان احنا يعني نعملها، وبنقعد نأجل ونزود. فلازم نعرف ان الحياة عموما مش هتستنينا يعني، حتى وان كان الحاجات دي احنا بنشوف ان احنا لسه قدامنا وقت طويل وعادي، ممكن أأجل، ممكن في اي وقت تاني الحاجة دي تتعمل. بس كل ما هنحاول ان احنا نفهم ان يعني الوقت بيعدي والحياة بتعدي بسرعة. يعني في ناس مثلا ممكن تبقى في العشرين او في الثلاثين بتلاقي الوقت بيعدي بطريقة مش طبيعية، ومع الايام ومع السنين بتلاقي نفسها فجأة ما حسيتش بالوقت، وفي نفس الوقت كان بيبقى عندها اهداف كتير جدا وما قدرتش ان هي تحقق اي هدف من الاهداف دي. ليه؟ لان هي كانت دايما ما عندهاش ارادة ان هي تبتدي في حاجة نفسها تحققها، او كان عندها مثلا اهداف معينة وما ابتدتش ان هي بالفعل ان هي تعمل الحاجة او تحقق الحاجة اللي هي عايزة توصل لها. ليه؟ لان دايما احنا اغلبنا بيقعد يأجل ويسوف اعتقادا مننا ان احنا الحياة قدامنا كبيرة وواسعة والايام قدامنا طويلة. وطبعا انا بتكلم في فكرة ان الانسان كل ما ابتدى الحاجة دي بدري، يعني مثلا لو شخص ابتدى ان هو يحقق من اهدافه، قصدي يبتدي ان هو يشتغل على نفسه ويشتغل على اهدافه، ويبتدي ان هو مثلا يتعلم حاجات جديده، يبتدي يتعلم مهارات جديده، يبتدي يمارس حاجات جديده، يبتدي يثقل من خبراته في الحياه، كل ما ده هيبقى احسن ليه قدام. وكل ما هنأخر ده، كل ما ده هيأثر على حياتنا يعني بطريقه سلبيه قدام، برضو هنلاقي ان ده فرق معانا بشكل كبير جدا. هنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نأجلش، ونحاول ان احنا نستغل الموضوع كل ما كان بدري كل ما كان افضل. وده دي حاجة انا بتكلم فيها عن تجربة، فنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نضيعش وقتنا، ونحاول ان احنا نقول لنفسنا لا خليها بكرة، خليها السنة الجاية، خليها مش عارف ايه. نيجي في الاخر خالص هنلاقي نفسنا ان احنا خلاص الموضوع لا احنا يعني. وبعدين في ناس كمان بتقعد تكلم نفسها بطريقة سلبية، او بتسمع يعني بتقعد ايه تسمع الافكار سلبية في دماغها هي، لا انا مش هقدر اوصل للحاجة دي، لا ده انا لسه قدامي وقت طويل قوي، لا ده انا معيش فلوس ان انا اعمل المشروع الفلاني، لا ده انا في حاجات كتير ورايا اهم. وتبتدي ان هي ايه مثلا تدي نفسها بعض الاعذار، برغم ان الانسان لو ابتدى ان هو يحقق بعض الاهداف بتاعته، او ابتدى ان هو يقول لنفسه كلام ايجابي ان انا الحاجة دي لو ان انا ابتديت فيها دلوقتي باذن الله هقدر احققها باذن الله واحدة واحدة. اكيد ما فيش انسان بيوصل لحاجة كاملة او لنتيجة في البداية، وبيبقى كل انسان اصلا نجح في حياته بيبقى عارف ان الطريق قدامه طويل، وبيعرف ان هو الموضوع يعني هيحتاج منه وقت طويل. فلازم نبقى عارفين النقطة دي، ولازم نبقى عندنا قوة ارادة. يعني بمعنى ان الانسان ما يبقاش كده في البداية يقعد يحبط نفسه ويقول لنفسه كلام سلبي ولا لا لا انا الموضوع ده مش هينجح معايا، لا ده انا انسان فاشل، لا ده انا مش عارف ايه،
او يسمع لاشخاص مثلا محبطين لمجرد ان هما مثلا جربوا حاجة معينة ما نفعتش معاهم. فانا دايما بقول ان كل شخص ليه تجربة معينة، ما ينفعش ان احنا نعمم التجربة دي على كل الناس، لان في انسان ممكن يحقق فعلا اهدافه، وفي شخص تاني ممكن هو اصلا يعني شايف نفسه ان هو مش هيقدر يحقق الحاجات دي، او الحاجة دي ما نفعتش معاه، فبالتالي هو شايف ان ده مش هينفع مع كل الناس، ودي من اكبر الاخطاء اللي احنا بنقع فيها. فما ينفعش ابدا ان احنا نسمع كلام حد في كل حاجة، يعني في بعض الحاجات ما ينفعش ان احنا نسمع لاراء الناس المحبطين، ودايما نبقى يعني في الوقت اللي احنا بنبقى عايزين نعمل حاجة جديدة او نطور من حياتنا او نبتدي في هدف معين، بنبقى لازم محتاجين في الفترة دي اشخاص داعمين واشخاص بيحبونا بجد واشخاص بيشجعونا. لان دايما بقول ان المحيط اللي حوالينا من اكتر الحاجات المهمة في حياتنا. تاني حاجة بقى هنتكلم عنها النهاردة هي ان الشخص القوي مش هو ابدا الشخص اللي الناس بتشوفه يعني عنده يعني بيأمر وبينهي وبيشخط وبصوته عالي ومتسلط، شخصية متسلطة. الشخص القوي بعيدا تماما، يعني صفاته بعيدة تماما عن كل الحاجات دي. الشخص القوي بيكون متواضع، الشخص القوي بيساعد الناس، الشخص القوي بيكون شخص كاريزماتيك جدا. واللي ما يعرفش يعني ايه شخص كاريزماتيك، بيكون ليه أثر، بيكون ليه طلة، بيبقى محبوب جدا ما بين الناس. الناس اللي بتشوف الشخص القوي اللي هو بيزعق وبيشخط وبيعلي صوته وبيتأمر على الناس وبيتكبر عليهم وبيتنك عليهم، ده شخص للأسف شخص يعني ما عندوش ذرة واحدة من النضج، وانسان سطحي جدا جدا جدا، ما يعرفش يعني كلمة قوة. القوة الحقيقية او الانسان اللي بيكون اللي انا بشوفه بيكون قوي فعلا، هو الانسان اللي بيكون مؤثر، اللي بيكون ليه دور في الحياة، اللي بيكون محبوب، الناس بتحبه بجد، مش بتخاف منه. لان فرق كبير جدا، فرق كبير ما بين انه شخص يحترم شخص لانه هو خايف منه، وشخص بيحب شخص لانه هو فعلا بيحبه وبيعتبره قدوة قدامه، وبيعتبره ان هو شخص كبير جدا في عينيه، وبيبقى بالنسبة له نفسه ان هو يبقى زيه. فالشخص الكاريزماتيك اللي هو شخص بيبقى ليه حضور، بيحب يساعد الناس، بيحب بطبعه بيكون قائد، بيعرف يقود فريق مثلا معين، بيعرف يقود اللي حواليه. اسلوبه بعيد تماما عن اسلوب التكبر واسلوب اللي هو اللي فيه كبر او اللي فيه امر، يعني طريقة اللي هي الاسلوب الجاف بمعنى اصح. فلازم نعرف كويس قوي ان احنا نفرق ما بين الشخص ده والشخص اللي الناس بتشوفه ان هو قوي وهو اصلا بعيد تماما عن معنى القوة. كمان مهم جدا ان احنا نعرف ان الشخص الكاريزماتيك او الشخص القوي او الشخصية الجذابة اللي هي اللي فعلا اللي انا بشوفها مؤثرة، هي الانسان اللي بيكون بيعمل الخير مش عشان الناس تقول ان هو بيعمل خير، لا، هو بيعمل الخير فعلا لان هو انسان اصلا بطبيعته خير، مش عشان يتقال عليه مش الشخص الفلاني بيعمل كذا او الشخص العلاني بيعمل كذا. ما بيقعدش يشكر في نفسه كتير قدام الناس ويقول انا بعمل وبسوي وبروح اساعد الناس او بعمل كذا، لا، هو بيعمل كده سواء بينه او يعني ما بينه وبين نفسه، ومش مهم جدا، مش مهم خالص ان هو يبقى حد شايفه، مش مهم خالص ان هو يبقى حد عارف هو بيعمل ايه. هو اي حاجة بيعملها بيعملها بنية الخير، وبيعملها بنية التقرب لربنا، مش نية ان الناس تشوفه وان الناس تقعد تشكر فيه وان الناس تقعد تمدح فيه. يعني هو بالنسبة له فكرة مدح الناس ليه مش هي دي يعني حاجة مش مهمة خالص، اهم حاجة ان هو يكون شخص بيتقرب لربنا ويكون فعلا بيعمل حسنات. النقطة اللي بعد كده في حتة شخصية الانسان الكاريزماتيك او الشخصية القوية، هي فكرة الاستماع، ان الشخص ده فعلا بيستمع للشخص اللي قدامه بدون ما يقطعه، بيتعاطف معاه، عنده حتة التعاطف دي قوية. يعني في ناس للأسف
بيكون قلبها جامد جدا جدا، ونحس ان هي اعوذ بالله يعني كده قلبها زي ما يكون حجر، ما بتتعاطفش مع حد، تعاملها فظ كده غليظ، فيه يعني نوع كده من النوع من القسوة الفظيعة، ما بتديش اعذار لحد، دايما بتحكم على الناس من بره من غير ما تعرف اي حاجة عنها. يعني الناس دي بارعة، الناس اللي هي للأسف انا بشوفها نفوسها ضعيفة ومريضة، اللي هي دايما بتحكم على الناس من بره من غير ما تعرف اي حاجة عن ظروف الناس اللي حواليها. فمهم قوي قوي ان احنا نعرف ان الشخص فعلا الكاريزماتيك او الشخصية القوية او الشخصية المؤثرة بتكون شخصية اصلا متعاطفة، عندها رحمة، بتحب تسمع الناس، بتحب تعرف ايه ظروفهم، بتحب تتعاطف معاهم، عندها حتة الرحمة دي قوية جدا، بتعرف تتعاطف، بتعرف تواسي غيرها، بتعرف تقول كلام حلو وتطيب بخاطر الناس اللي حواليها. شخص بيكون عنده ذكاء اجتماعي، وشخص دايما بيحب ان هو يعني يقدر ان هو يتحكم في نفسه، وعنده مهارة، المهارة دي فكرة ان هو يقدر يتحكم في مشاعره ويقدر يتحكم في نفسه كويس جدا، وبيكون يعني محط اعجاب للناس لان الصفات الحلوة اللي فيه بتخليه شخص محبوب. يعني فرق شاسع ما بين الشخص اللي الناس بتحترمه لانها بتخاف منه، لان ممكن شخص يكون بيحب يعني بيحترم شخص وهو من جواه بيخاف منه بس مش بيحبه. وفرق كبير قوي ما بين ان شخص الناس مثلا بتحترمه لان هي فعلا بتحبه ومعتبراه فعلا قدوة، وشخص بالنسبة لها شخص مؤثر وليه دور كبير جدا في حياته. النقطة بقى اللي بعد كده اللي هنتكلم فيها هي ان احنا ما ننبهرش بكل حاجة، لا تنبهر بكل ما تراه. في مقولة حلوة قوي قوي بحبها بتقول لا تنبهر بكل ما تراه، فبعض الماء سراب وبعض الأقارب أغرب. بمعنى ان في ناس كتير قوي ممكن شخص ينبهر قوي بيها ويشوفها شخص جميل ويشوفها شخص يعني ما فيش زيه، بعد كده بتيجي مواقف في الحياة تثبت لنا ان الاشخاص دول مش هم ابدا الاشخاص اللي احنا منبهرين بيهم، او يعني اللي احنا شايفينهم، الاشخاص اللي احنا شايفينهم دي المواقف هي اللي بتظهرهم. بمعنى اصح ان لازم الانسان ما يبنيش شخصية في خياله غير لما يعاشر الشخص ده، يعني بطريقة يكون في مواقف معينة تثبت له حقيقة الشخصية دي ايه. لان احنا في اوقات كتير او بنرسم لشخص معين شخصية، بنكتشف مع الوقت ومع المواقف ومع الحياة ان الشخص ده بعيد كل البعد عن الشخص اللي احنا كنا معتقدين ان هو الشخص اللي في خيالنا او في تفكيرنا، او رسم له صورة معينة، صورة جميلة، صورة مثالية، صورة ما فيهاش اي عيوب، صورة. وطبعا احنا مفيش حد فينا ما فيهوش عيوب، مش معنى كلامي ان احنا لازم نكون ملايكة، لا طبعا احنا كلنا فينا مميزات، كلنا كأشخاص فينا مميزات وفينا عيوب. بس اللي انا اقصده ان في بعض الناس بتنبهر بأي حد، بتبقى بالنسبة لها عندها فكرة الانبهار لدرجة السذاجة، وبتيجي مع الأيام تكتشف إن هي اتخدعت في أشخاص كتير كانوا بالنسبة لها قريبين جدا وبالنسبة لها كانوا غاليين جدا، ومع الوقت اكتشفت إن فعلا الأشخاص دول يعني أبعد ما يكون عن الصورة اللي هما كانوا يعني راسمينها في خيالهم. هي دي النقطة برضو اللي حبيت أتكلم معاكم فيها، ودي من النقاط المهمة جدا اللي لازم نتعلمها في حياتنا. النقطة بقى اللي هتكلم معاكم فيها دلوقتي هي محاسبة النفس، وبالرغم من صعوبة تنفيذ النقطة دي ولكنها أفضل من محاسبة الغير. بمعنى إن الإنسان يكون رقيب جدا على نفسه ويحاسب نفسه، ودايما يفتكر بإن محاسبة النفس بتجنب الإنسان الوقوع في الأخطاء، وبتحميه دايما من تكرار إنها تحدث أو إنها تتكرر تاني مرة تانية. كمان محاسبة النفس بتقلل كتير قوي من انتشار الجهل والحوادث وتدني الأخلاق يعني في المجتمع عموما بشكل عام. فمهم قوي ان احنا نحاسب نفسنا بنفسنا، ما نستناش اي حد
يمسك علينا غلطة، او ان هو مش عشان حاجة، مش بس عشان كده، لا احنا كمان بنعمل كده علشان ما نقعش في ذنب، ما نقعش في اخطاء. طبعا احنا كلنا بشر، انا دايما بقول ان احنا كلنا بشر، اكيد بنقع في ذنوب واخطاء، وده العادي ان احنا لازم بنقع في حاجات ولازم ان احنا نتعلم منها، لان الانسان بطبيعته ان هو بيخطأ، بيتعلم، بيقع في الغلط مرة بعد كده بيتعلم منه. فمهم قوي ان الانسان برضو، اصل في بعض الناس ممكن تعمل الغلط وتكرره مرة واثنين وثلاثة وما يبقاش عندها حتة ان هو يكون رقيب على نفسه او ان هو يحاسب نفسه، لان دي فيها ناس كتير قوي قوي بتبقى النقطة دي تقيلة قوي قوي عليها، لان مش يعني حتة الضمير الحي او حتة محاسبة النفس دي او النفس اللوامة دي بتبقى عند الانسان اللي فعلا نقي جدا من جواه، حريص ان هو ما يقعش في ذنوب او في اخطاء او في يعمل حاجة عكس مبادئه. فدي من اهم النقاط اللي لازم نكون حريصين عليها في حياتنا علشان يعني نحمي نفسنا من اننا نكررها مرة تانية. النقطة اللي بعد كده ان احنا ما ننسقش ورا اراء الناس كلها، او بمعنى اراء الاخرين، اللي هو دايما الانسان ما ينفعش ان هو ينسق وراء رغبات واوامر الناس كلها اللي حواليه، وما يسمحش لنفسه بانه يخضع لارائهم الخاصه. يعني زي ما قلت لكم من شويه، كل انسان بيبقى ليه منظور في حياته او تجارب معينه عدت عليه، ففكره ان الشخص يعني يسمع لاراء الاخرين، لان كل زي ما قلت لكم كل تجربه مختلفه، كل شخص ليه تجربه مختلفه وليه رؤيه للحياه مختلفه وليه طريق مختلف وليه اهداف مختلفه وليه مبادئ مختلفه، فما ينفعش ان احنا ننساق وراء رغبات او اوامر الاخرين، لان الصفات دي هتعطل قدره الانسان على التفكير بشكل صحيح وبتؤدي لاصابته بمشكله الافلاس العقلي، او ان الشخص يبقى فاضي من جواه، يعني مش قادر ان هو يكون ليه رؤيه خاصه بحياته، مش قادر ان هو يكون ليه اهداف معينه لنفسه، كل الناس هي اللي بتحاول تمشيه بالريموت. فدي من اهم الحاجات، ان انت تكون نفسك، ان انت يكون ليك اهداف معينه، يكون ليك طريق معين، يكون ليك وجهه نظر معينه، يكون ليك اراء معينه، يكون ليك مثلا افكار معينه، حاجات بتسعى ليها، اهداف، احلام. لازم الانسان دايما يحرص على ان هو يكون نفسه، وبحس ان هو يصبح عاجز. يعني فكره ان هو الانسان لما عموما لما بي يعني بيدي دماغه للناس ان هم يفكروا له، ان هم يختاروا له، وان هم يختاروا طريقه، بيحس الانسان ساعتها ان هو عاجز عن تحقيق او التحديد ايه هو اللي هو عايزه، بيحس بحاله كبيره من التشتت، بيحس ان هو واقف مكانه وبيبقى يحس ان في لخبطه كبيره في افكاره والتعبير عن ارائه، بيحس ان هو شخص تاني عايش، مش هو الشخص اللي نفسه يحقق نفسه بمعنى اصح. النقطه اللي بعد كده بقى هي ان احنا لازم نعرف ان الوقت اللي بيعدي مش هيرجع تاني، وانا دايما بركز في النقطه دي لان دي من اهم النقاط اللي انا اتعلمتها في حياتي. لازم نعرف ان كل دقيقه بتمر في حياه الانسان او في حياتنا عموما بتعدي ومش بترجع تاني، ومش هنقدر ان احنا نعوضها باي شكل من الاشكال. فلازم نعرف ان من اهم الدروس المهمه اللي لازم ان احنا نتعلمها او الانسان عموما يتعلمها، هي ضروره ان احنا نستغل وقتنا بشكل جيد ونستثمره كل دقيقه في حياتنا بتمر في حياتنا، ان احنا نشتغل بشكل مجتهد، نشتغل على نفسنا، يكون لينا اهداف معينه، نحرص ان احنا نكون نسخه افضل من نفسنا، نتعلم من اخطائنا، التواصل الفعال مع اصدقائنا والاشخاص المحيطه بينا والعائله والناس اللي بتحبنا واللي بتدعمنا بجد، ونعرف ان احنا ما نضيعش وقتنا او نشتت نفسنا في حاجات ملهاش اي نفع ولا ليها اي دور في حياتنا، لان دي من اهم من اكتر الاخطاء اللي بنقع فيها، لان احنا بنيجي في وقت من الاوقات كده بنحس ان احنا ضيعنا وقت كبير جدا جدا في حياتنا في اللاشيء، وبنندم على اللي عدى لان احنا بنحس ان خلاص مش هينفع نرجعه تاني.
وبنوصل لسن معين بنقول يا ريتنا ما كنا عملنا كده. فدي من أهم الحاجات اللي لازم نتعلمها ولازم نعرفها كويس جدا، ولازم نكون حريصين ان احنا نستغلها افضل استغلال في حياتنا. هي فكرة ان احنا الوقت، ان احنا نعرف ندير الوقت بطريقة سليمة. النقطة بقى اللي بعد كده اللي حابة اتكلم معاكم فيها، لازم نعرف ان كل حاجة انت عايزها او انت عايزاها ليها ثمن لازم تدفعه. بمعنى ان احنا ما ينفعش اي شخص في الحياة ان هو يوصل للي هو عايزه بسهولة كده ومن غير اي تعب، من غير ما يتعب، من غير ما يمر عليه مراحل صعبة في حياته. عشان كده بقى لازم الانسان ان هو يقتنع بفكرة اساسية، وهي ان كل شيء هو عايزه في الحياة لازم يدفع ثمنه الاول. مثلا هديكم مثال، مثلا لو شخص عايز يفتح عمل مثلا خاص بيه او مشروع يبدع فيه او مجال معين عموما، لازم الشخص ده يتعب ويصبر يعني يفضل يدي كل مجهوده للحاجة اللي هو عايز يبتدي فيها، وان هو يستغنى عن كتير قوي قوي من الاشياء المهمة واللي هو بيحبها. يضحي بحاجات كتير قوي قوي، زي مثلا النوم لساعات طويلة، ان هو يقعد مع الاصدقاء فترة طويلة، وان هو يخصص وقت كامل بس من اجل ان هو يوصل للنجاح اللي هو بيتمناه. لان النجاح عمره ما هيجيلك على طبق من ذهب او طبق من فضة زي ما بتقول. لازم نعرف ان احنا هندفع ثمن، لازم نعرف ان احنا هنضحي بحاجات كتير قوي، لازم نعرف ان احنا هنتعب وهنتعب وهنتعب وهنصبر، و لازم يكون عندنا ارادة عشان نحقق الحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها، ولازم في ثمن احنا هندفعه عشان نقدر ان احنا نوصل للحاجة دي. فهل انت مستعد ان انت تدفع الثمن؟ لان في ناس كتير قوي بتبقى عايزة تنجح وهي مش عايزة تدفع ثمن اي حاجة ولا عايزة تتعب في اي حاجة. النقطة بقى اللي بعد كده هي التطوع وفعل الخير. بمعنى ان احنا مفيش حاجة في الدنيا ممكن ان هي تغنينا في حياتنا وان هي تخليها مفعمة بالإيجابية وبالخير وبالتفاؤل وبالسعادة اكتر من التطوع، وان الانسان يعمل عمل خيري او ان هو يساعد غيره بالطريقة اللي هو يقدر ان هو يساعد بيها، وان هو يكون مثلا عن طريق تطوع جمعيات مثلا خيرية، ان هو يساهم في ان هو يقدر يعني يعمل حاجة مثلا للفقراء والمحتاجين، وان هو يشارك مثلا في الاعمال التنظيمية اللي بتساعد على دعم المجتمع، وان هو مثلا ينظم حاجات مثلا في المدينة او في المكان اللي هو عايش فيه، او ان هو يشارك مثلا في تنظيف الحدائق، او ان هو يزرع اشجار، او ان هو يعمل اي حاجة فيها خير، او ان هو يشارك مثلا في حملات توعية ضد الامراض والكوارث البيئية. كل الحاجات دي اكيد طبعا الانسان بياخد عليها ثواب كبير جدا، واحساس العطاء نفسه بيكون احساس كبير جدا بيبعث جوه الانسان حالة من السلام النفسي. الشخص بيحس ان هو بيعمل حاجة بيتقرب بيها لربنا، بيحس ان هو انسان ذو قيمة، يعني عنده قيمة عالية، لان هو كل ما كان الانسان حريص على ان هو يعمل خير او يساعد غيره او يكون عنده حتة الانسانية دي عالية، كل ما ارتقى اكتر، كل ما كان شخص يعني زي ما بيقولوا كده ليه تقله يعني بمعنى اصح. النقطة بقى اللي بعد كده هي اللي حابة اتكلم معاكم فيها، ان احنا لازم مهما كنا مشغولين في حياتنا، مهما كانت حياتنا فيها حاجات كتير، مهما كانت حياتنا مضغوطة فيها شغل فيها دراسة فيها مثلا لو حد متجوز عنده اولاد وعنده زوج وعنده كذا، مهما كانت مشاغل الحياة كتير جدا، فلازم ما ننساش ان احنا نتقرب لربنا ونخصص كل يوم وقت معين نتعبد فيه ان احنا نتقرب لربنا، او ان احنا نكون حريصين على اننا ما نقصرش في النقطة دي. لان يعني في اغلب الناس للأسف شديد بتبقى من كتر المشاغل اللي موجودة في حياتها بتنسى النقطة دي او بتأثر فيها، وحقيقي بتفرق جدا جدا بشخصية الانسان. انا دايما بشوف الانسان اللي شخصيته قوية، الشخص المؤثر، الشخص اللي ربنا بيديله
يعني بيبقى سبحان الله دايما بحس ان الانسان القريب من ربنا بيكون ليه طابع معين، بيبقى ليه بيبقى فيه رحمه كده جوه قلبه، الناس كتير بتحبه، بتحب تتقرب له، بتشوفه انسان قدوه بالنسبه لها، بيكون شخص رحيم، بيبقى فيه صفات حلوه كتير لان هو بيكون حريص ان هو يكون قريب لربنا، فدايما بيكون فيه صفات حلوه كتير جدا. مهم قوي ان احنا نقرب لربنا، مهم قوي ان احنا ما نقصرش مهما كانت الضغوط حوالينا. لازم نعرف ان احنا حياتنا في ناس كتير للاسف ما بتحسش بالوقت، ما بتحسش بعمرها، ان هو بيعدي بسرعه غير لما بيجي وقت نحس ان هم فعلا قصروا في حته العبادات. فلازم ما نخليش الحياه تاخدنا، ما نخليش الحياه تلهينا. ولازم نعرف ان مهما عشنا في الحياه، مهما كانت حياتنا طويله او قصيره، في النهايه نحن ربنا هيحاسبنا على لو قصرنا في حياتنا. وكل ما هنلجا لربنا اكتر، وكل ما كنا قريبين ليه اكتر، او حريصين ان احنا نؤدي العبادات بتاعتنا، او كل ما ده حقيقي يعني تجربه، بيخلي الانسان عنده روحه نفسيه كبيره جدا، بيخلي الانسان يحس ان فيه صله كبيره ما بينه وبين ربنا، بيحس ان هو دايما فيه سند، يعني بيحس ان ربنا كده معاه دايما حتى في اصعب الاوقات اللي بيمر الانسان بيها، وفي اخطر الاوقات اللي بيكون منهار فيها وبيمر بابتلاءات ومصاعب، بيحس فعلا وقتها ان ربنا معاه في كل وقت، وربنا بيديله الصبر، وربنا بيديله القوه اللي هو بيستمدها، لان فعلا اكتر حاجه ممكن الانسان يستمدها، يستمد منها القوه، هو ان احنا نلجا لربنا. فدي من اكتر الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نحرص عليها في حياتنا. النقطه بقى اللي بعد كده، عايزه اقول ان احنا ما ينفعش نبقى قلقانين طول الوقت على كل حاجه. فكره ان احنا نبقى نفضل نفكر طول الوقت، ويبقى عندنا فكره التفكير المفرط، ونبقى قلقانين من اللي جاي وقلقانين من كل حاجه. وطبعا العصر الحالي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، للاسف يعني للاسف النمط بتاع حياتنا دلوقتي بيخلينا قلقانين طول الوقت، مركزين في كل حاجه بتحصل في حياتنا، كل حاجه صغيره او كبيره بنفضل مركزين معاها، ويعني بنبقى طول الوقت دماغنا شغاله ودماغنا بتفكر وقلقانين على طول. فدي من ضمن الحاجات اللي لازم نحاول ان احنا نعمل كنترول، او نحاول ان احنا نعرف نديرها بالشكل الصحيح. ولازم نعرف ان القلق الزياده ده دي حاجه مضره جدا بصحتنا، وليها تواد يعني ليها حاجات بعد كده اكيد طبعا هتضر جدا بصحتنا، وهتدخلنا في متاهات كبيره جدا. مهم جدا ان احنا نعرف ان احنا ازاي نتعامل مع بعض المشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا، او الابتلاءات اللي بتواجهنا في حياتنا، ما نفضلش طول الوقت مركزين على المشاعر السلبيه فقط، لان في حاجات بتحصل في حياتنا يعني خارج ارادتنا، حاجات احنا ملناش اي يد فيها، حاجات قدريه بمعنى اصح. ففي الحاله دي لازم يكون عندنا تسليم، لازم نوكل امورنا لربنا، او نسلم امورنا لربنا، وما نفضلش نقلق طول الوقت ومركزين فقط على المشكلة او الابتلاء او الحاجات الكبيرة اللي بتحصل في حياتنا، لان اكيد في جوانب كتير في حياتنا كويسة، اكيد في حاجات كتير نعم كتير ربنا عطاها لنا في حياتنا. فكل ما هنبقى مركزين اكتر مع المشاكل ومع الابتلاءات ومع الشعور السلبي، مع الحزن دايما، هنلاقي نفسنا في دوامة كبيرة جدا جدا مش هنعرف نخرج منها. ولازم احنا نبقى فاهمين زي ما قلت لكم، عندنا حتة التقبل، يعني فكرة ان احنا نتقبل ان الحياة بيحصل فيها حاجات مفاجأة احنا مش متوقعينها، او حاجات بتبقى صادمة نوعا ما كبيرة جدا. اكيد طبعا بنتوجع، اكيد بنحزن، اكيد بنتضايق جدا جدا، بس في الاخر احنا مش هنقدر نغير اي حاجه فيها. فمهم قوي قوي ان احنا يكون عندنا حته التسليم، ندعي ربنا ان هو دايما يلهمنا الصبر، يلهمنا ان احنا نقدر نتقبل، يلهمنا ان احنا يكون عندنا نوع من المرونه، ان احنا نتقبل كل الحياه بحلوها بمرها، لان احنا لازم نعرف ان الحياه هي كده، هي دي طبيعتها، هي الحياه فيها
فيها الحلو وفيها المر، وما ينفعش ان احنا بس نفضل مركزين على الحاجة السلبية او الحاجات الوحشة اللي بتحصل في حياتنا، لان احنا كده بندخل نفسنا في دايرة مفرغة الى ما لا نهاية. يعني هنفضل بس مركزين عليها، مش هنبقى شايفين اي حاجة كويسة، مش هنبقى شايفين اي نعم في حياتنا. فدي برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم نتعلمها في حياتنا. كيفكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفة اني بقالي فترة طويلة ما عملتش فيديوهات، والموضوع اكيد خارج ارادتي، لان في حاجات كتير بتحصل للانسان بتبقى غصب عنه. وانا لما بنشغل عنكم شوية اكيد ده بيبقى غصب عني يعني، فدعواتكم ليا. و طبعا شكرا جدا 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 لاي حد بيدعمني، اي حد بيكتب لي كومنت، اي حد بيكتب لي دعوة حلوة، اي حد بيدخل يعمل لايك وكومنت، بجد الناس دي غالية جدا على قلبي، وبكون بجد ممتنة جدا جدا ليهم، وسعيدة جدا لكل الناس الجميلة اللي موجودة عندي في القناة. النهاردة هتكلم معاكم عن مجموعة حاجات مهمة جدا من وجهة نظري يعني متواضعة، اللي اتعلمتها في الحياة واللي اكيد صدقوني يعني هتتعلموا منها، او ممكن تتعلموا منها بشكل كبير جدا جدا. فيلا بينا نبتدي في الفيديو، ويلا بينا نبتدي على طول بدون اي مقدمات طويلة يعني. واول حاجة نتكلم فيها